الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فابتدأنا الحمد لله الدرس السابق، درس الأمس، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة العامة ذكرنا منها أهم المهمات، وهي الاطمئنان في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان حديث يسموه حديث المسيء صلاته، مشهور بالعلماء يسموه حديث المسيء صلاته، كان مسيء في صلاته، أكثر شيء كان مسيء فيه أنه كان سريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثه على الاطمئنان في الصلاة، وهي السكون والهدوء. حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في طريقنا إلى المسجد أنه تصحبنا السكينة ولا نستعجل، يعني ما نوصل وإحنا نلهث مشان ندرك الصلاة، لا، قال صلى الله عليه وسلم يعني عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. المهم أنك تخشع في الصلاة، فهذا أهم ركن من أركان الصلاة، وهي الاطمئنان. ثم تحدثنا عن استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يخشع في الصلاة هو أكثر الناس معرفة بربه، أكثر الناس خشوعا هو أكثرهم معرفة بالله سبحانه وتعالى. فكلما كنت بالله أعرف كانت صلاتك له أخشع، لأنك تعرف إلى من توجه هذه العبادة، ومن الذي تقف بين يديه سبحانه وتعالى، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي عظمته، ما هي هيبته في قلبك. وكذلك تستشعر العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. حديث مثلا سورة الفاتحة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هناك علاقة، لما نقول سمع الله لمن حمده، الله عز وجل يسمع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وأن الله عز وجل يسمعكم، وقال بعدها وأن الله عز وجل يراكم ويسمع كلامكم ويجيبكم، كما قال صلى الله عليه وسلم بأن هذا الكلام يجيبه الله سبحانه وتعالى، أي له ما سأل. الباب اللي بعده هو باب التكبير ورفع اليدين في الافتتاح وغيره، رفع اليدين في الافتتاح وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، هذا المنكبين اللي هن الأكتاف، رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع. طبعا قال أول شيء إذا قام في الصلاة، إذن أول موضع من مواضع رفع اليدين عند ابتداء الصلاة، بسموها تكبيرة الإحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتكبيرها فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتكبيرة الإحرام فيها رفع اليدين. ثم قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، يعني لما الواحد بده يركع يكبر ثم يركع يقول سبحان ربي العظيم، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يرفع يديه. هاي ثلاث مواضع. طبعا الموضع الرابع مش مذكور في هذا الحديث، إنما هو في بعد القيام من التشهد الأول، بعد ما في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، بعد القيام من التشهد الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد القيام من التشهد الأول لابتداء الركعة الثالثة، يكبر للركعة الثالثة. فهذه أربع مواضع الذي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين فيها، مين عددها؟ أربع مواضع، أنا أعدد أخرى مرة، تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع عند الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة، هذا الأربع مواضع. ولكن هناك برضو أحاديث ثانية عن ذكر ابن القيم ذكر الإمام الألباني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نادرا ما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكبر عند كل خفض ورفع، يعني يكبر ويرفع يديه عند كل خفض ورفع. طبعا قال ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. طيب الباب اللي بعده، إذن التكبير قلنا دائما في تكبير بين كل ركن وركن، بين كل حركة وحركة هناك تكبير، أما رفع اليدين فتحدثنا عن أربع مواضع. الباب وضع اليدين في الصلاة. عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة،
اليد اليمنى على ذراعه، والذراع هي هذه، هذه الذراع اللي هي ما بين المفصل الأول والمفصل الثاني، هذه الذراع. فهذه صورة من صور وضع اليد اليمنى على اليسرى، على يده، على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينمي يعني يرفعه إلى الرسول، إنه هذه السنة. فأول صورة من صور وضع اليمنى على اليسرى هي إنك تضع كفة يدك اليمنى على الذراع، كأنه سبحان الله إنه المفصل على المفصل والكف على الذراع، اليمنى على اليسرى. هذه أول صورة. الصورة الثانية إنه كان يقبض. طبعا أنا ما ذكر كل شيء بالتفصيل، ما ذكر كل الأحاديث بالتفصيل، أنا التفصيل هذه بنجيبها من باب زيادة الخير. كان أحيانا يقبض على المفصل، هذه يعني حالة ثانية. سبحان الله إذا بدي تجي تحسبها مرات بك في زحمي، يعني جوز ربنا وقعك بين اثنين ضخام وجسام، فبتحتاج انك تضم ايديك اكثر، جوز بك في معك متسع فتوسع شوي ايديك وتقبض على المفصل. باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة. هناك أدعية تقال بعد تكبيرة الإحرام. في كثير من الناس، أول شيء قبل ما نفوت بالتفاصيل هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني هل يفهم من هذا الحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بتقدر يعني تضيف وتجود على مزاجك تقدر، يعني تحسن على مزاجك وتحط أدعي وأذكار على مزاجك تقدر؟ لا، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني افعل مثل ما أنا بفعل. هل ثبت إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد يعني قبل تكبيرة الإحرام يقول شيئا؟ يعني هل مثلا من السنة الجهر بالنية، نويت أن أصلي 4 ركعات الظهر؟ مش عارف، لا يجوز، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النية في القلب، أنت نيتك هذه 4 ركعات الظهر هي نية في القلب، موجود مجرد خطورها في بالك، هذه نية في القلب. في ناس مثلا بعد ما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام شو بيقولوا؟ سمعنا وأطعنا وبالحق اتبعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه اللفظة، هذا الدعاء لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إنما الدعاء متى؟ بعد التكبير. ثبت ثلاثة أو 4 أدعية بعد تكبيرة الإحرام. هنا يذكر واحدة منها، أظن بس واحدة ذاكر، وإن شاء الله بنجيب الثانيات. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، أول ما يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. كلها تعظيم لله. بعد ما تكبر رب العالمين الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك. التسبيح معناه تنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص. يعني الله عز وجل من صفات النقص إنه إذا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا هو التسبيح. أن تقول سبحان الله، سبحانه أن تأخذه سنة ولا نوم، هذا معنى التسبيح، إنك تنزه الله وتنفي عنه النقائص. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، إذن فهو مسبح ومنزه عن أن يظلم مثقال ذرة. فهذا هو التسبيح، أن تصف الله، أن تنفي عن الله صفات النقص. الزوجة والولد هذه من صفات النقص بالنسبة إلى الله عز وجل، فنحن ننزه الله ونسبحه عن الزوجة والولد وعن الشهوة وعن غير ذلك من صفات النقص. العجز من صفات النقص، أنه ليس على كل شيء قدير، هذا العجز الله عز وجل منزه عنه ومسبح عنه. فهذه معنى سبحانك اللهم، سبحانك يعني يا رب أنت ليس فيك عيب. وسبحان الله هذه تدل على المحبة، تسبيح الله فيها نوع محبة. تخيل واحد دي يوصف محبوبته شو بيقول؟ أنا محبوبتي فيش فيها عيب. مثلا لو واحد بده يتغزل بواحد او واحد يتغزل بحبيبه، انا عيبي فيش، انا حبيبي فيش في زيه، ما فيش في عيب ولا في نقص، شهم شجاع، تبدا شو تثبت فيه المحامد وتنفي عنه انه مثلا مش جبان، مش بخيل، مش كذا. فهب سموها من علامات المحبه، انك انت تنفي عن محبوبك النقائص. والاولى في ذلك مين؟ الله سبحانه وتعالى. اذا فالتسبيح، لفظه التسبيح مش مجرد تسبح وخلاص، يلا سبح سبحان الله، وانت لا تستشعر أنك أصلاً هنا تمدح الله سبحانه وتعالى، تثني على الله سبحانه وتعالى لأنك تحبه، فأنت تنفي عنه أنه يظلم مثقال ذرة. نحن نرى الظلم في الدنيا، فمن أنواع التسبيح أن نقول الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا يعني أنه نثبت هناك يوم قيامي سيحق الله فيه الحق ويبطل الباطل ويعيد للمظلوم حقه. كل واحد ظلم ولا مثقال ذرة سيعيد الله عز وجل حقه. حتى بين الحيوانات يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة اللي لها كرون، اللي نطحت شاة ما لهاش كرون، يوم القيامة الله يقتص منهم بحولهم ثنتين لتراب، لا في جنة ولا في نار، ولكن من كمال عدل الله سبحانه وتعالى.
إذا فإيمانك بصفات الله وأسماء خليك تحبه، خليك تطمئن في العلاقة معه، هذا الذي يستحق أن يعبد. أنا أعبد مين؟ الذي لا يظلم مثقال ذرة. في ناس للأسف بيعبدوا العفريانيين، بيعبد الطخيخة، بيعبد دولي، بيعبد أي حدا، أي حدا حاكم، أي بيعبدوا الناس اللي ممكن عندهم ظلم وفجور وأكل حقوق وأكل أموال الناس بالباطل، بيعبدوش يعني بيذلوا حالهم إلهم، بمجدوهم، بعظموهم، لا لا لا، نحن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أجيب أبو سفيان، شو قال؟ قال إنه إحنا غلبنا، قال الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا حبيبنا وولينا والذي يتولى أمرنا، الله فيها كلام، فيها محبة وتعظيم. إذن فابتداء الصلاة بالتكبير ثم اتباعها بالتسبيح أمر عظيم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، والحمد اللي هو الثناء والمدح. الأولى تسبيح يعني ننفي عن الله النقائص، الحمد هو إثبات لله كل كمال، كل صفة كمال. يعني إذا قلنا الله عز وجل سميع، مش مجرد أنه يسمع زينا زي، لا حاشا لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ليس كسمعه سمع، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. إذن سمعه سمع كامل لا تخفى عليه خافية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله عز وجل يسمع دبيبها ويرى مكانها ويعلم مستقر كل شيء ويعلم تفاصيل الأمور سبحانه وتعالى. فهذا الحمد هو إثبات الكمال في الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. أثبت لنفسه أنه بصير، إذن يبصر كل شيء. أثبت لنفسه أنه عليم، إذن هو يعلم كل شيء. أثبت لنفسه أنه الجميل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فمن صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى الجميل. إذن فهو الكامل الجمال، وأجمل ما يرون أهل الجنة في الجنة وجه ربهم سبحانه وتعالى. فالحمد أن تثبت لله الصفات على وجه الكمال. ولكن هناك أيضا شرط آخر، مجرد المدح مش يعني مش هو الحمد. إذا مدحت حدا ممكن أمدح صاحب سلطان وكله أنت وأنت وأنا بشره، صح؟ ولكن هذا سموه المدح، هذا هو المدح. الحمد هو لما يكون الثناء مقرون بالمحبة، هذا هو الحمد. زي ما أجي مثلا أجي على عبد الناصر أجي أقوله أحمد فيك صفة الكرم، يعني أنا بحب هذه الصفة فيك، مبين أنه من كلمة أحمد فيك صفة الكرم ككرم معناته إيش؟ أنا أذكرها مع المحبة. أما إذا بقول أنت فلان وكبيرنا وكذا ومن جوا إيش؟ فوق وتحت وبغتاب وكذا، هذا سموه مدح، مجرد مداح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا في وجه المداحين التراب، لأنه اللي يكثر من مدحك بيحبكش، لأنه لو بيحبك بيخاف عليك أنك تفتن بالمدح، قاعد يضر فيك، يعني بيخلي نفسك تتعاظم، قاعد بزرع فيك الكبر زرعا من كثر مدحه. ولهذا قال أحثوا في وجه التراب، خلي يزعل منك مش مشكلة، أحثوا في وجه التراب تخليهوش يمدحك، لأن هذا المدح سماهم المداحين ما كلش الحمادين. بينما الحمد يكون دائما مصحوب بالمحبة. إذن فسبحانك اللهم يعني ننزهك يا رب عن كل عيب ونقص، وبحمدك نثبت لك كل كمال وكل عظمة، وكل صفة أثبتها لنفسك فهي لك كاملة وعظيمة لا نقص فيها. وتبارك اسمك، التبارك يعني من البركة، تبارك اسمك، فكل أسماء الله مباركة سبحانه وتعالى، فاسمه التواب فيه بركة في التوبة، يعني البركة اللي هي الزيادة، بتلك يتوب علينا في كل ذنوبنا وأخطائنا. المغفرة هو الغفور الودود، فكل شيء في تبارك اسمه، كل اسم من الله عز وجل فهو مبارك، مبارك يعني خيره نافع يطال الجميع. وتعالى جدك، الجد هو العظمة، تعالى من العلو، تعالى جدك أي تعالت عظمتك، هذا تعالى جدك. ولا إله غيرك، لا معبود سواك، فأنا واقف أمامك في الصلاة لا أعبد إلا أنت، ولا أصلي إلا لك، لا إله غيرك، يعني أنا ما بصرف ألوهيتي وتعبدي إلا لك يا رب العالمين. فهذا معنى التوحيد له، لا إله إلا الله. شوف إحنا سبحان الله حاليا إحنا بالتفصيل في تفصيل الصلاة، ولكن مهم جدا نفهم الأذكار. هدفنا أساسا إنه نخشع في صلاتنا، كيف سنخشع في صلاتنا ونحن لا نعلم ما معنى الله أكبر، ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. هذه من الأذكار. طبعا هناك من الأذكار أيضا الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثير، وسبحان الله بكرة وأصيلة. يعني بعد ما تكبر من الأدعية الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، هذه سهل نحفظها. نفس الشيء هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. هناك دعاء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم
باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي كما اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يعني هنا ثلاث أقسام، إذا بتكسم الدعاء لثلاث تحفظهن. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني أو اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دليل أصلا أهل العلم استدلوا فيه على جواز تنظيف والتطهير بالثلج والبرد، وأنه أيضا يطهر مثل الماء في حال انقطع عن الماء والدنيا ثلجت يعني. فسبحان الله، هذه ثلاثة أدعية. هناك دعاء آخر أطول كثيرا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند استفتاح قيام الليل. يعني شوي بيجي علينا رمضان، يعني أول ما نبدأ التراويح من السنة أن الواحد يقرأ هذا الدعاء. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. وهناك يعني ألفاظ يعني مختلفة، جزء زيادهان في حسب الروايات. إذا هني أربع أدعية، احفظوهن وكرروهن وتعلموهن وابحثوا عن معناهن. هناك كتب مختصة في معاني الأذكار، أو اليوم تكتب معاني الأذكار بيجيلك كتب ملان، كتب ملان دروس في معاني الأذكار. نكتفي لها بهذا القدر. أخذنا السنة في التكبير ووضع اليدين في الصلاة وكذلك دعاء الاستفتاح. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من مقيمي الصلاة ومن الذين هم مفلحون والذين هم في صلاتهم خاشعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.